أرتشوم مالت أرك ت ت ت ت ت ت ت كيف تدش كمرجع نسلم فولت ماستا ضوط تختار هرجع نسلم فولت ماستا ضوط هالدور تندش كذي كمي عليكم السلام أي 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 زرتنا البركة زرتنا البركة. السلام عليكم لكي اسمي عماد أزلمسي واش كيحصلني راجع انا في الحفلة التميز غراني سلمس المسرحية يا قوم حكيسة شهر شهر كيكي عارقسة عارقسة تترب اش كحد سكرح تخيب مهمة الناس كتسي حفلة التميز نران السيسمة مدنازة عشكو مكان نبدل عينيكو كل معاندة نبوت حانوس صافي نتمنى فينيسيوس من هذا الحم والجن. السلام عليكم بدر ازيوال رئيس جامعه سيني زنزان. مرحبا بكم يعني الصحافه كامله كل واحد بالاسم ديالها. كنرحب بكم اجمعين لهذا الموسم ديال دوار تيتسي. هذا الموسم اللي كيشد تقريبا 10 ايام بدا بالرما موسم الرما يعني اللي دوز 4 ايام ثم من بعد ذلك موسم اسمكان اللي دوز 3 ايام واليوم اليوم الاخير هو حفل التميز. حفل التميز ديال اليوم هو تكريم ديال بعض الفعاليات سواء الرياضيه الاقتصاديه الفنيه وكذلك يعني نعطيو واحد نشجعوا التلاميذ اللي توفقوا يعني في الدراسه ديالهم يعني الاولين اللي عندهم معدلات مزيانه واللي توفقوا في جميع المستويات يعني من الابتدائي الى 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 يعني الجامعي. بالنسبه لليوم خلدت جمعيه الوفاق للتنميه الاجتماعيه تقليدا واحتفالا بعيد العرش المجيد وكذلك عيد الشباب. في هذا المنبر كنتمنوا يعني المغرب ديالنا التنميه المستدامه ان شاء الله في عهد امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. بالنسبه لليوم ان شاء الله راه شفتوا كاينين مجموعه فقرات اللي هي فنيه يعني كاينين فقرات ديال المسرح ديال الغناء يعني الامازيغيه يعني الرقصه الامازيغيه وان شاء الله غتكون عندنا واحد المجموعه اللي هي مجموعه مشهوره معروفه وطنيا اللي هي مجموعه ديال اموج اوداد اللي غنخدموا بها الحفل ديال اليوم ونتمنوا ان شاء الله تزورونا مره مره ان شاء الله. هذا الموسم ماشي مهرجان راه غادي من حسن الى احسن ونتمنوا ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في السنه القادمه وفي صيغه جديده ان شاء الله وثقافه جديده ومواضيع جديده ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابي دار محمد رئيس جمعيه الوفاق للتنميه الاجتماعيه لدوار تيتسي جامعه تيتسي نيسندال. اليوم هو اليوم الرابع لمهرجان تيتسي اليوم ديال التميز اليوم ديال التكريم ديال الوليدات ديال المدرسه. هذا مجهودات ديال الجمعيه ومجهودات ديال الساكنه ديال تيتسي والمجهودات ديال الاساتذه حتى هما. التكريم ديال الاطفال ما جاش غير هكاك يعني جا بمجهود جبار اللي كديرو الجمعيه طوال السنه في الدعم المدرسي وفي البرامج التكوينيه اللي كتنظم طيله السنه. وهذا البرنامج اللي دائما تتميز به جمعيه الوفاق على سائر الجمعيات لانها كتكرم التلاميذ. وكنرحبوا بالضيوف الكرام وكنرحبوا بالقناة اللي هما كيغطيو على تيديروا التغطية ديال الاحتفالات ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله الجمعية المزيد من التفوق ان شاء الله المستقبل ديالها ان شاء الله. وكنتمنى للساكنة ديال تيتسي باش تشجع هذه المواهب وتشجع الوليدات.
السلام عليكم، اسمي جنات بالحروش. موهبتي هي ان اكون رسامة. جيت اليوم باش ناخذ الشهادة ديالي، جيت الاولى ومفتخرة براسي، وكنتمنى نكون نفس من دوك الممثلين الرائعين. مستوى الدراسي الثاني ابتدائي عدالي هو الاول. كنشكرهم، عطوني جائزة وكنحبهم، وكنحب الانسان اللي كاين الجمهور. كنعاونني بابا وماما. غادي نقول ليهم شكرا يا بابا وماما، غادي نديكم ان شاء الله الحج ولا العمرة. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.